على فكرة الماتش اللي جاي ده هتكون أجواءه إلى حد ما مختلفة لأكثر من سبب. أولا لأنه يعني لا يقبل القسمة على الاثنين، ثانيا زي ما المنتخب الإيفواري عايز ياخد بطاره. ليه ياخد بطاره؟ لأن التاريخ المواجهات اللي ما بيننا في البطولة زي ما كنا بنقول لحضراتكم امبارح بترجح كفتنا إحنا. زي ما هو عايز يعمل كده إحنا كمان عايزين نواصل سلسلة انتصاراتنا عليه تأكيدا لقوة وتاريخ وعراقة منتخبنا الوطني. رابعا الحضور الجماهيري، طبعا هتكون في جماهير مصرية هتروح إلى جانب الجاليات العربية المتواجدة هناك بالفعل، واللي دايما الحقيقة بتكون حريصة على مؤازرة كل المنتخبات العربية. ده هيكون في دفعة كبيرة جدا للاعبين، وأتمنى إن شاء الله تنعكس بالإيجاب على أدائهم.